وأنا بتفرج على السوشيال ميديا لفت نظري فيديو لسيدة جميلة قدامها وجبات كتير. افتكرت ده محتوى عن الطبخ في الأول، لكن لما دخلت البيج لقيت إن المحتوى جديد جدا، يمكن أول مرة يصادفني، وخصوصا إنه محتوى قايم على الخير والعطاء وعن الإطعام تحديدا، وده اللي خلى صاحبة المحتوى ده يكون ليها دور كبير إنها تساعد ناس كتير محتاجين. الجميل في الموضوع انه عمليه توزيع الاكل بتكون بمنتهى الرقي والسهوله، وده اللي خلانا نقول لازم نستضيفها وتكون معانا عشان نعرف منها القصه بكل تفاصيلها. منورنا في الاستوديو الاستاذه رشا مجاهد صاحبه بيج لقمه خير. ازيك يا رشا؟ اهلا بيكي يا ريهام. انا مبسوطه ان انت جيتي النهارده. انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده. ميرسي يا رشا. انا اول حاجه طبعا هسالك عليها، ازاي جات لك فكره لقمه خير؟ بصي، الموضوع بدا معايا من 2006، تمام؟ وكان بمنتهى البساطة، كنت رمضان 2006 نازلة أنا وجوزي بنفطر برا، كنا رايحين سيدنا الحسين يعني. أوكي. وقال لي زودي شوية وجبات كده ناخدها، يمكن يكون في حد مش مع أكل وكده فيفطر معانا. عملنا الوجبات وخدناها ووزعنا على الناس اللي كانت حوالينا يعني، وقعدنا كده جنب الناس نفطر معاهم في الشارع كده على الرصيف. يعني كان أول مرة، ما كنتش متخيلة أن أنا أقعد على الرصيف بصراحة. قعدنا وفطرنا ولقيت الناس مبسوطة جدا، فلقيت نفسي ان انا عايزة اكرر الموضوع تاني، ان انا اعمل تاني الموضوع ده، اعمل وجبات تاني واطلعها. ولقيت بقى ان انا يعني ايه مش عارفة ابطل، يعني انا بدأت خلاص رجلي جت في الموضوع ومكملة، كل مرة الاقيني بعمل وجبات وانزل اوزعها في اي حتة بقى، لحد ما حصل كده ما بيني وما بين المطبخ علاقة جميلة. ايوه. وانا المطبخ ده والله ما كنتش بقدر اقف اصلا فيه اكتر من 5 دقايق يعني، بسبب تستحمليهوش؟ لا، كان عندي دوالي جامده جدا في رجلي فما كنتش بقدر اقف فتره طويله. بس سبحان الله بعد الحركات اللي انا كنت بعملها او الاطعام ده لقيت الموضوع سهل وخفيف عليا جدا، ورجلي عادي، لا انا بقف ما فيش اي مشاكل، الدنيا لا خفت وراقت. ولقيت نفسي مكمله بقى، يعني لقيت اكني يعني ربنا بيقول لي ان في اسرار بيكتبها على اللي بيعمل لقمة بيطلعها المحتاج. أوكي. فكملت، ومن ال10 وجبات الموضوع بقى يكبر يعني، أو من ال10 حاجات اللي احنا عملناها كانت عيش ولحمة على فكرة، ما كانش حاجة يعني وجبة بشكل. بقيت أعمل وجبات. السنة اللي فاتت رمضان السنة اللي فاتت قبلها على طول كنت نازلة أخد ورشة كده لصناع المحتوى في مكان ما، فجم اخر الورشه قالوا لي يا رشا قولي لنا فكره برنامج، احنا خلصنا الورشه اتعلمنا فيها كل حاجه، لو عندك برنامج هتحبي تقدمي ايه؟ فقلت لهم انا اكتر حاجه بتبسطني وبستريح فيها ان انا اعمل لقمه واطلعها لحد. كان قبلها بقى جوزي عمال يزقني اعملي شجعي الناس، طلعي المحتوى بتاعك البسيط، خبرتك الطويله في الاطعام او الوجبات خلاص انت عرفتي تظبطي كمياتك، فقولي للناس الكلام ده وطلعي ده في شكل برنامج. فقلت لهم انا عندي برنامج اسمه لقمه خير. واول ما عرضت بقى الافكار بتاعتي اللي انا عايزه اطلع بيها البرنامج اتحمسوا جدا، ولقيتهم معايا وقالوا لي ايه احنا معاكي مكملين بقى، احنا هنيجي نصورك. كان فاضل 2 أسبوع على رمضان وانا كنت محضره ساعتها وعامله بقى ميزانيه كده وسايباها للاطعام لشهر رمضان. اول اسبوع صورت فيه كان اول لقمه طلعها من رمضان، جم وصوروني ولقيت الدنيا مشيت انطلقت، يعني لقيت اقبال غريب من الناس ان فكره المحتوى اكني الناس كانت محتاجه دفعه بس كده ان هي تعمل. طبعا شهر رمضان شهر خير طبعاً. كتير والناس بتحب تعمل فيه، فلقيت الموضوع الحمد لله ماشي، وبعد رمضان لا ده مشي اكتر، فالحمد لله الدنيا مشيت معي. بس هي بدات من الوجبات البسيطه اللي احنا نزلنا نوزعها في الحسين. بعد بس طيب ازاي بيتم تحديد مثلا كم وجبه هتطلعيها، خصوصا ان الحاجات دي يعني ساعات كتير جدا بتكون مع مؤسسات ومش افراد، فاكيد ممكن يكون الموضوع صعب تحديد الوجبات. توزيع الوجبات بيتم ازاي؟ كل ده عايز اعرفه. بصي، اولا يعني انا برضو ما عنديش يعني المقدره الماليه ان انا اشتري او ان انا يعني اجيب واشتري طول الوقت. بس انا كنت حابه ان انا اعمل بايدي، يعني انا دايما اما بعمل حاجه في البيت بحس ان انا بعملها بحب، يعني بالذات اللقمه دي بحس ان انا بعملها بحب، اكني ضيف عزيز جاي لي وبطلع احسن ما عندي فيها، يعني بطلع كل حاجه، يعني بحس ان هي لازم تطلع وجبه كده متكامله تشبع
وفي نفس الوقت زي ما انا باكلها وبحب اكلها بحب اطلعها. بالظبط. فقلت ايه، لا انا يعني الموضوع بصراحه انا هطلع من بيتي، انا مش هقدر ابقى مع مؤسسه او ان انا ادي فلوس لحد، انا هطلع كل اللي لما اقدر على حاجه هتعمل هعمل. فبدات، فالحمد لله يعني كل مره كنت بحط ميزانيه، صحابي عرفوا ان انا الحمد لله بعمل الموضوع ده، طيب خدي اعملي لنا، اخواتي طيب. فالموضوع ابتدى يعني الحمد لله، بدل ما بطلع مثلا 10 20 وصلوا ل 50 وصلوا ل 100، ولقيت الحمد لله ان في اللي حواليا يعني الناس اللي حواليا هي ابتدت تشجعني، لا اعملي بقى وكملي يعني في الموضوع ده. فمشيت معايا كده لحد بقى البرنامج، وابتديت لقيت الناس بتقول لي طب ما تساعدينا، يعني احنا مش بنعرف نعمل برضو ده بايدينا، على الرغم ان هو كان الهدف اساسا من المحتوى ان انا اشجعهم واظبط لهم الكميات. يعني ما انا بقول في المحتوى بتاعي ان الكميات اللي انا هعملها مثلا ل 100 وجبه كذا وكذا وكذا، فبظبطها لهم. بس في ناس بتبقى ساعات احيانا بره مصر، في احيانا ناس مريضه ما بتقدرش تعمل. فلقيت لا يعني اعملي لنا او ساعدينا في ده. طيب يا جماعه خلاص هعمل لكم، ابعتوا لي مكونات، تبعتوليش فلوس، ابعتوا لي المكونات اللي انا هعمل بيها الوجبه. وبقيت اساعد الناس واعملها. توزيع كنت بنزل في الشارع، يعني موضوع التوزيع الاول كنت بنزل في الشارع واوزع بصراحه على يعني اللي بشوفه، سواء شكله محتاج ان انا اديله او احيانا كمان لا مش لازم يعني الشكل يكون باين قوي. وبعدين من الشارع ابتديت لا انا عايزه اوصل اكتر لناس مستحقه اكتر. برضو ربنا بعت لي ده، برضو الحاجات دي كلها رزق يعني، ربنا طبعا بعت لي برضو حد جميل كده على السوشيال ميديا، كنت بسالها بس مجرد العلب بتجيبيها منين، وهي كانت عامله محتوى برضو مطبخ خيري، فعرفت ان هي عامله مطبخ خيري خاص بيها هي وعيلتها، وهي اساسا عضوه في جمعيه خيريه، فابتدت تدلني على الاسر المتعففه اللي بتوصل لها، اللي هم عاملين دراسه بيها وبيوصل لها الحاجه. فبقيت اروح معاها اودي الحاجه واروح معاهم هم بيوزعوا في على الاسر، او تبعت لي حد من المتطوعين عندها وهي توزع برضو. طيب الناس انت اللي بتروحي لهم، يعني ما فيش مكان ثابت مثلا؟ لا اماكن مختلفه، احنا احيانا بنزل الشارع باخد ولادي معايا، ممكن ننزل، ممكن انزل قدام اي طوارئ مستشفى زي معهد الاورام، مستشفى بوريش، معهد ناصر، يعني بنزل كده للناس. واحيانا بقى تاني بروح للناس في بيوتها، يعني بوزع على الاسر في البيوت. فما فيش مكان محدد، لا بالعكس دي اماكن كتيره. وبعدين من الصفحه ابتديت قلت لا انا عايزه بقى ايه اروح لاماكن تانيه برضو الفت نظر الناس ليها، دار ايتام احيانا بتبقى محتاجه، مسنين برضو دول رحت لهم الفئه دي رحت لها، اصحاب الهمم برضو عملنا معاهم يوم. يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا الاماكن اللي ممكن الناس مش واخده بالها، عشان الناس دايما تقول لي هنوزع الاكل فين، طب احنا عملنا الاكل بس مش عارفين هنوزعه فين. صح. لا في اماكن كتيره محتاجه، يعني في اماكن كتيره، فبقيت كل مره اختار مكان مختلف علشان الناس تبتدي تاخد بالها، واقول لهم خلوكم في المكان في الاريا بتاعتكم، يعني في حدود المكان، شوفوا دار مسنين، شوفوا دار ايتام، اصحاب همم، ناس مريضه، ناس متعففه في بيوتها، يعني نسال حوالينا هنلاقي ازاي كتير. ازاي بقى بتعرفي الناس المتعففه في بيوتها دي؟ يعني دايما بسمع حته اللي هو ايه مثلا انا عايزه اطلع صدقه او عايزه اطلع زكاه او عايزه اساعد، وما بيبقوش عارفين بجد. يعني مثلا احنا فاهمين ان دايما الاقربون الاول، صح؟ بعدين بعد كده بعد الاقربون المفروض الناس اللي فعلا محتاجه. بصي ما اكدبش عليكي برضو الموضوع، يعني انا عشان شخص لوحدي مش هعرف كل الناس، لكن اقدر اعرف مثلا حواليا المحيط اللي حواليا، عارفه مثلا ان في اسره انا عارفه على قدها او ظروفها على قدها، بابها مقفول عليها وعارفه ان ظروفها ما بتاكلش كويس ما بتشربش كويس، بحاول اعمل ده في اللي جنبي. طب انا عايزه اوصل لاكتر من كده، فابتدت تساعدني بقى الجمعيه اللي انا بقول لك عليها دي، هم عندهم بقى حالات دراسة كتير بقى. دراسه بقى بحالات كتير بصراحه، فبيوصل الحاجه ما بين بقى مرضى، ما بين محدودي دخل، ما بين ايتام، ما بين معاقين، يعني فئات برضو مختلفه، بس الحاجه بتوصل للناس في البيت، يعني الحاجه بتوصل للناس في البيت بس كده. طب انت كنت متوقعه الاقبال على المحتوى الخاص بيكي بالطريقه دي؟ لا. ايه اللي حصل قولي لي؟ يعني خالص اتخضيتي حسيتي ان هو ايه ده في ناس كتير قوي عايزه تساعد؟ لا هو انا اكتشفت الناس، اكتشفت ان في خير كتير والله بجد، يعني ما كنتش متوقعه ان الناس هيكون اللي هي اكنها فعلا محتاجه حد بس يقول لها تعمل ايه، لكن الناس فيها خير والناس عايزه تعمل، بس محتاجه كانت تتزق دي. فلقيت لا البرنامج اول ما طلع انا عايزه اعمل. طيب انت شجعتينا بسطت لنا الموضوع، يعني خليتي موضوع الاطعام بسيط، يعني من يعني الناس كانت كلها فكرتها عن الاطعام وجبه
مكونه مثلا من قطعه لحمه او قطعه فراخ وخضار وبس، اللي هي وجبه غدا اللي هي المعروفه بالزبط. لكن الموضوع كان ابسط، انا قلت لا، ما وجبه الفطار دي برضو اطعام يعني وجبه سهله واساسيه في بدايه اليوم. والناس دلوقتي بقت تشيل همها، يعني الناس دلوقتي بقت تشيل هم الفطار، بقى مكلف على ناس كتير. شويه الجبن اللي احنا كنا بنستسهلهم، لا دلوقتي مش كل الناس بتقدر تجيبهم، حتى شويه الفول. فقلت طب ايه المانع ان احنا نعمل سندوتشات بسيطه من الفطار، جبنه، بيض، فول، بطاطس. فالناس اتشجعت، اه طب ما هو الموضوع سهل اهو، ده انا هنزل اوزع في الشارع كده وانا في عربيتي ورايح شغلي، هنزل اوزع الكام وجبه دول، ولا ياخدوا مني مجهود في العمايل ولا مجهود في التوزيع. فبسطتها على الناس، فابتدت الناس بصراحه تتشجع، ومردود بقى ده كان بيجي لي بصراحه انبهرت، يعني ما كنتش مصدقه ايه ده، الموضوع مشي ما شاء الله حلو قوي يعني. فكله خير الحمد لله. طيب في ظل ظروف المعيشه دلوقتي واللي هي طبعا بقت صعبه شويه عن الاول، حسيتي ان موضوع اعمال الخير والاطعام وان الانسان يحاول ان هو يساعد اقل شويه عن الاول، وان حصل فيها فجوه ولا لا؟ لا والله بالعكس، انا بقى بحس ان كل ما الموضوع بيصعب ماديا على الناس، كل ما بلاقي ناس يعني بتبقى عايزه تساعد اكتر غيرها. دايما يقولوا كده على فكره، يعني والله. دايما يقول لك اول ما انت تحس ان الدنيا مقفوله عليك لا طلع هتلاقيها اتفتحت عليك، وفعلا ده بيحصل. ده فعلا، لان بقى ايه اللي بيطلع حاجه بيلاقي فعلا سبحان الله ربنا، يعني اكنه ربنا بيقول ايه، انت مش احسن مني عشان تكبر بخواطر الناس، لا ده انا هكبر بخاطرك قوي. فكل حد بيعمل حاجه سبحان الله بتبقى خالصه كده لربنا، ربنا بيبعت له اضعافها او بيديله حاجه كده سر كده، يلاقي ان الموضوع فعلا ده فيه سر جميل. يعني والله ست كانت لسه بتقول لي ايه يا رشا، انا نزلت اوزع ووقعت، وهي مش صغيره في السن، عملت الاطعام وتشجعت بعد صفحتك ونزلت اوزع الاكل، وقعت وقعه جامده جدا، لو حد في سنها وقعها يعني هتتكسر مش هتقوم من مكانها. بتقولي لقيتني قمت ومكمله ومفيش اي حاجه في رجلي، انا اللي حواليا بقوا مخضوضين ازاي انت قمتي. فبتقولي لطف ربنا، لاني انا نازله اعمل حاجه كويسه او نازله خير اعمل خير، فربنا يعني جبر خاطري، ما اذانيش، حافظ عليا من الاخر. بس هي دي الاسرار بقى اللي انا ايه يعني فعلا كل حد بيعمل حاجه حلوه زي كده او بيطلع لقمه بيلاقي فيها قصادها حاجه جميله بتكبر بخاطره طبعا. بس طيب دلوقتي لو في حد عايز يساعد ويشارك معاكي، ايه الخطوات اللي المفروض يعملها؟ بصي انا الناس بتبعت لي كتير عايزه تشارك، في عايز يشارك بالمجهود، يتطوع كده بالمجهود بس. المجهود اللي هو يجي يساعد، يجي وقت يساعد مثلا ما بتلفي تحضير الوجبة بقى في تحضير الاكل وتعبئه الاكل والكلام ده وتوزيع الاكل، ده كتير. وفي ناس عايزه تساعد ماديا، بس انا برفض الماديات بصراحه، لان انت بتخليهم يشتروا الحاجه نفسها وانت بتعمليها. انا دايما اقول انا مش مؤسسه ولا جمعيه خيريه عشان اقبل تبرعات، فهتولي المكونات سهلوها عليا، هتولي المكونات وانا اعملها. ففي ناس بتبقى عايزه تتبرع بمكونات، وفي ناس بتبقى عايزه تتبرع بفلوس، وفي ناس بتبقى عايزه تتبرع بمجهود. ففي ناس كتيره بصراحه عايزه تساعد وعايزه تعمل، وفي ناس بتعمل بقى بنفسها خلاص يعني طبعا. عرفت بقى الخطوات وعايشه حياتها، يقولوا لي بس قولي لنا ننزل فين، نوزع فين، يعني احنا عملنا نوزع بقى فين. فدول كلهم انت مثلا لو بعتولك بتقولي لهم نفس حاجه، يعني انت هتبعثي الحاجه اللي احنا هنعملها الاكل، او هتساعدني في ان احنا نوضب الوجبات نفسها وتقفلها او التوزيع. بالظبط بالظبط، هاتولي مكونات وانا هعملها لكم. انت بقى يا رشا بتعملي كل ده ازاي وانت بتشتغلي؟ والله ارهام مش عارفه. والله مش عارفه، هي ماشيه ببركه ربنا. يعني هي انا بعمل ده، يعني انا مثلا شغلي مريح شويه، فمش كل يوم بنزل الشغل، فبحاول الوقت اللي انا قاعده فيه ما بنزلش الشغل بعمل بقى اطعام. يعني اليوم ده حد جاب لي حاجات، خلاص انا هعملها اليوم ده. بحاول بقى انسق مجهود تعب يعني فيها، يعني بصراحه حاسه ان انا بس مش قادره ابطل، عارفه اللي هو انت حاجه يعني مبسوطه بيها قوي بتعمليها ومش عارفه توقفيها. يعني دايما ولادي يقولوا لي ماما افصلي عشان تستريحي بقى، انت تعبتي وارهقتي. لا انا بصراحه حاسه ان انا، لا انا مظبطه ده، بالعكس ده انا مظبطه نفسي جدا ووقتي على الاطعام بقى هو الاساس، وبعد كده بقت يعني مسؤولياتي جايه وراه. فالحمد لله هي مترتبه لي كويس جدا من ربنا، ظروف شغلي اللي مش يعني مش كل يوم، البيت، الولاد برضو الحمد لله ما بقوش صغيرين يعني كبار، فهي متيسره من كل حاجه الحمد لله. طيب في ناس بتبقى دايما عايزه تعمل عمل خير او يقوموا بعمل تطوعي، وتلاقيهم وقفوا ويقعدوا يفكروا كتير بس ما بيعرفوش يبداوا.
يعني انا شفت ناس كتيره جدا قدامي بيقول لي مثلا ايه، انا عايز اعمل حاجه خير بس مش عارف ايه هي، ومش عارفه اروح فين، ومش عارفه ابتدي ازاي، دول تقول لهم ايه او توجهيهم فين؟ انا بالنسبه ليا اطعام الطعام ده من احب الاعمال لقلبي بصراحه. يعني اكتر حاجه، يعني لو يقولوا لي هتعملي حاجه تانية هقول لهم لا، انا عايزه هي اللقمه اللي بتروح لحد محتاجها يتبسط بيها وهو بياكلها كده، وانا بعملها بحب وانا في المطبخ كده وبطلعها وانا مبسوطه، وعشان هي بتتعمل بحب فبتوصل للناس فعلا بيبقوا مبسوطين بيها وبتبقى حلوه. فاطعام الطعام هو بالنسبه لي رقم واحد في اي عمل خيري بالنسبه لي. لكن في حاجات كتيره ممكن الناس تعملها، يعني بتجيلي والله حالات كتيره على الصفحات محتاجين مساعدات. يعني في ناس بتبقى عايزه تعمل مشاريع، حاجه مشروع صغير يبتدوا بيه مثلا عشان يقدروا يكملوا حياتهم. انت بتحطي الحاجات دي لما بتجيلك على الصفحه بتاعتك؟ لا بصي، انا بحتفظ بيها لحد اما ابقى في وقت من الاوقات ان شاء الله جمعيه عشان اقدر انفذ ده. لان انا برضو او لما حد بيبعت لي وعنده المقدره ان هو عايز يساعد بوجهه للناس دي بصراحه. يعني انا كان في حد لسه مكلمني وقايل لي برضو ان هو عنده المقدره ان هو يساعد بقى شاب لسه بيبتدي حياته في مشروع صغير. فاول ما ده بيجي لي الحاله زي كده بروح بعتها، يعني بحاول برضو ان انا اقرب طبعا او اعمل الخير ده، بس اللي هو ايه يعني مش هاخد بقى انا او مش هستقبل انا، لا منك للشخص على طول. مفهوم. يعني في حد من بره مصر بيكلمني بيقول لي انا عايز مثلا اكل كلاب وقطط. طبعا دي روح وكلنا طبعا هنتسال عنها، وفعلا وكتير في الشارع بنشوفهم، وفي ناس بتقتني الحاجات دي او بيربوها يعني عشان ما ترميش في الشارع، بس هي عايزه تعمل ده. فتقول لي اعمل ده عن طريقك، يعني انا واثقه فيكي فعايزه اعمل ده عن طريقك. فاقول لها طيب هاتي لي طب الحاجه اللي احنا هناكل بيها الكلاب والقطط، وحاضر وانا هنزل اكله وما فيش اي مشكله. بس طب ايه اجمل موقف حصل لك في رحلتك مع الاطعام؟ بصي، في حاجات كتيره الحمد لله قوي، من ضمنها مثلا موضوع الدوالي. انا كان موضوع الدوالي ده كان صعب، وكنت عملت حقن كتير في رجلي، وفعلا رجلي ما كنتش بقدر اقف عليها خالص. يعني من بدايه ما مشيت لقيت يعني الحمد لله، يعني ربنا عالج لي كل حاجه كده راحت، يعني الحمد لله من غير اي تعب ولا اي حاجه. موقف لسه حاصل من قريب قوي بصراحه، يعني استعجبت. كان في مكان كنت رايحه ادي له اكل، كنت عارفه ان في متجمع فيه ناس، وكنت عامله وجبات وكنت رايحه ادي للمكان ده، ولاول مره كنت اروحه بصراحه المكان. وكنت واخده معايا ولادي الاثنين، يعني بنتي وابني كبار. فماشيين تايهين يعني على اللوكيشن كده، الجي بي اس متوهنا مش عارفين نوصل فين، لحد ما وصلنا المفرق ما بين نطلع كوبري ولا نمشي من تحت الكوبري. فلقينا واحد واقف على بدايه المطلع ده وشايفنا هو تقريبا من بعيد ان احنا تايهين، فبيشاور لنا. وراجل يبدو كده عليه ان هو بسيط جدا يعني من ملابسه. فوقفنا فقلنا له احنا عايزين نروح المكان الفلاني، فالراجل قال لنا بالتفصيل نروح ازاي. فقلت لمحمد يعني طلع له طيب حاجه بقى من الاكل ده نديها له كده. اول ما طلعنا الوجبه، يعني انا يا دوبك بس بدور على المعلقه عشان اديها له، لقيت الراجل فتح الوجبه وبياكلها بايده. قال لي عارفه انا كنت عماله اقول انا نفسي، انا جعان يا رب، يعني الراجل واقف بيكلم ربنا انا جعان ومش معايا يجيب اكل. والله انا تنحت يعني. انا قال لي انت ربنا بعتك ليا، قلت له انت ربنا بعتك ليا. في نفس اللحظه كان محمد ابني كان معذبني قوي بقاله كام يوم وطلع عيني. فبيقول لي ده ابنك؟ قلت له اه. الراجل لقيته بقى فصاحه رهيبه نزلت عليه وعمال يقول له امك دي تبوس ايدها، اوعى تزعلها، كانه عارف ان مثلا هو مزعلني. رسالته وصلت لمحمد بقى، يعني انا مستعجبه اكن هو ربنا بعته في الوقت ده عشان يقول الكلمتين دول لابني، عشان ابني ياخدهم كده ويهدى ويبقى بعديها جميل معايا، وفي نفس الوقت انا ربنا بعتني ليه عشان ياكل ويتبسط وهو ما كانش في جيبه ولا جنيه. ففي حاجات كده بصي صغيره طبعاً. بس بصراحه يعني بتقصر. بحس ان هي ايه يعني مش أنا اللي بعملها، هو ربنا اللي بيمشي الحكاية كلها. يعني عارفة يا رشا دايما يقولك أنت ممكن تكوني مصدر الخير للإنسان، بس أنا بعتبر أن الناس اللي ربنا بيختارهم أن هم يقدروا يعملوا الخير ده، دي بتبقى هدية من ربنا ليكي. أكيد ليك. أكيد والله الحمد لله. الحمد لله، وإن شاء الله يا رب دايما ربنا يديمها عليكي يا رب. نعم. يا رب. في جملة أنت دايما بتقوليها كنا عايزين نفهم معناها إيه. الخير محتاج صاحب
بر وصاحب سر وصاحب ايه؟ صاحب شغل. شغل معناها ايه؟ بصي، اي عمل خير، اي عمل خير او اي مكان بيطلع منه خير لازم تلاقي الثلاثه دول. يعني مثلا لو بيت بيعمل اطعام، هتلاقي الاب هو صاحب البر، هو اللي بيصرف، هو اللي بيجيب الطلبات، بيجيب اللحمه والرز والفراخ والحاجات دي. ولازم دايما برضو يبقى في حد بركه كده في المكان، جد بقى، جده، اللي هو مجرد كده وجودهم في المكان بتحسي ان هو بركه، يعني يلمسوا الاكل كده تلاقي الدنيا يعني احلو، في اي مشكله بتلاقيها اتحلت بسهوله بحكمتهم. اما صاحب الشغل ده بقى، ان ده راجل يعني عنده صحه، ربنا مديله صحه وبيزكي بيها عن نفسه، ده بقى اللي بيشيل وبيحط وبيوزع وبيغسل وبيعبي والكلام ده كله. بس ساعات بنلاقي واحد بس في كل الحاجات دي. صح، يا سلام بقى لو في واحد مجتمع فيه الصفات دي كلها، يعني الجمال ده كله، يعني ساعات بيعمل كل أنا حاجه. شفتها. طبعا يعني ساعات وغالبا بتكون ست، عايزه اقول لك يعني من اللي انا شفته، يعني بتبقى ست وبتبقى هي اللي بتجيب الفلوس وبتجيب الطلبات وهي اللي بتعمل الاكل وهي اللي بتوزعه، وفي طبعا في الاخر خالص ممكن يبقى في شويه ناس بتساعد، بس هي فعلا بيبقى فيها هي صاحبه البر وصاحبه السر وصاحبه الشغل. ايوه طبعا، ودي طبعا ربنا بيكون كارمها ومديها هديه لله، ربنا يجعلنا منهم بقى. طيب بتيجي افكار الاطعام ازاي؟ وايه هي اسهل وجبه؟ انت قلتي لي الفطار، بس بيبقى متكونه من ايه؟ بصي الافكار، انا دايما ابص احنا بنحب ناكل ايه. يعني انا بحب مثلا المكرونه دايما مرتبطه بالبانيه، مكرونه وبانيه، مثلا ملوخيه ورز وفراخ، يعني في حاجات كده وجبات بحس ان هي ثوابت كده. ايوه صح. فدايما اقول احنا بناكل ايه واحب اطلعه للناس زي ما احنا بناكله بالظبط. يعني اليوم اللي انا عملت فيه بط، انا بحب اكل مثلا البط جنبه كشك. في ناس تحب تاكله جنبه ملوخيه. انا احب بقى اطلع، يعني الافكار بتيجي من اللي احنا بناكله. ساعات بحب بقى اجدد او اعمل حاجه احنا ما بناكلهاش، بس برضو في نفس، يعني السمك ما كانش قوي متاح في الاطعام، يعني مش كل الناس كانت بتعمل سمك. قلت ما السمك وجبه جميله جدا والناس بتحب تاكلها في خلال الاسبوع، يعني مره لحمه، لا مره فراخ، مره سمك، طب ليه ما ندخلوش في الوجبات؟ برضو موضوع السمك ده عجب الناس جدا وكان بعيد شويه عن الناس او عن تفكيرها. الناس لحمه وفراخ بس، هي دي الوجبات بتاعه الاطعام. يعني عارفه ايه الحاجات اللي احنا بناكلها، هي بتيجي من الحاجات اللي احنا بناكلها، احنا بناكل ايه في خلال الاسبوع او عموما بناكل ايه، واطلع زي ما احنا بناكل بالظبط. طب هل الاطعام في شهر رمضان بيختلف عن الاطعام في بقيه الشهور؟ بالنسبه لي مش بيختلف، لان هي الوجبه اللي بتطلع بنفس الاحسان، بنفس الكفاءه، بنفس كل حاجه. هي كل اللي بيزيد عليها في رمضان ان عدد الوجبات بتزيد، يعني لو انا هعمل مره او مرتين في الاسبوع في الايام العاديه، لا انا بحاول اعمل مثلا 4 مرات 5 مرات، بزود شويه العدد. شهر بركه والناس بتحب يعني الوجبات او بتحب الاكل، فبزود، يعني هي بس بزود، لكن هي نفس الحاجه اللي انا بطلعها في الايام العاديه بطلعها برضو في شهر رمضان بنفس الحب اللي انا بعمله في الايام العاديه بتاع رمضان، حب زياده شويه. طبعا. طيب قولي لنا اقتراحات لوجبه حد مثلا عايز يساعد بيها بس تكون مش مكلفه، يحط فيها ايه؟ لو فطار، يعني ممكن تبقى وجبه فطار بسيطه، الناس كلها بتحب مثلا الفول، ممكن يعملوا فول وبطاطس. دي حاجه بسيطه جدا وسهله ومش مكلفه. طب لو وجبه غدا، انا بالنسبه لي مكرونه وبانيه، سهله برضو، مش هتاخد منهم حاجه، شويه مكرونه محمرين، شويه كيلو بانيه واحد ممكن يعمل معايا مثلا 10 وجبات. لان البانيه ما بيبقى متقطع، فبرضو بيديني عدد حلو من الوجبات. فمكرونه وبانيه للغدا تمام. فطار تمام برضو، حاجات بسيطه من اللي احنا بناكلها. في ناس عايزه اقول لك ان هي بيعملوا الاطعام ممكن ينزلوا شويه عصير. يعني الاطعام مش اكل بس على فكره، ممكن شويه رز بلبن. يعني الموضوع بسيط، يعني ممكن يبقى حاجه حلوه مش لازم وجبات. صح. في حاجات كتير، في حاجات كتير ممكن نعملها، ممكن شويه باتيه، يعني عارفه حاجات مخبوزات من الفرن. في ناس بتعمل كده. افكار كتير والله، افكار كتير وسهله، وسهله جدا وممكن تتعمل وبسيطه، ومش لازم يكون الرقم
لا لا كبير خالص. ان انت تجيبي بيه اكل كتير وكده، بس ممكن يكون حاجات بسيطه جدا وفعلا تشبع اللي قدامك. بالظبط بالظبط. رشا انت نورتيني جدا النهارده، وانا مبسوطه ان انت كنتي معايا. ميرسي، ربنا وربنا دايما يعني يخليكي دايما بتعرفي تعملي الخير. يا ده رب يا رب، ويديمها عليكي نعمه زي ما انت برضو بتحاولي تساعدي الناس. يا رب. ميرسي جدا ليكي يا ريهام. ميرسي يا رشا. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.